إيران عادت لمهاجمة عمق إسرائيل بهجمات سبرانية مثيرة للغاية في محاولة لزيادة الإرباك على الأمن السبراني في الداخل الإسرائيلي. وطبعا المجموعة التي تبنت هذا الهجوم هي مجموعة عصا موسى وهي مجموعة هاكرز تابعين لإيران. وهؤلاء طبعا عصا موسى يكثفون كثيرا من طبيعة هجماتهم السبرانية في الآونة الأخيرة على الداخل الإسرائيلي. ما الذي قاموا به يا ترى؟ يعني إذا ما جينا إلى تفاصيل الفيديو الذي نشروه من الكثير من المعلومات التي تحصلوا عليها كما هم قالوا، هي طبعا بهذا الشكل جاءت المعلومات اللي سووا لها داونلود لمعلومات إلى الحكومة الإسرائيلية وتابعة أيضا إلى الجيش الإسرائيلي، معلومات كثيرة جدا. البنى التحتية السبرانية استطاعوا من عملية الحصول على الكثير من معلومات، حتى صور ثلاثية الأبعاد بدقة عالية جدا. قالوا يعني بهذا الشكل، شوف تل أبيب تحولت إلى هذه الصورة الثريدي وهم يتحركون الآن كما يريدون، ويشوف كل التفاصيل اللي موجودة بملفات قالوا بأنها 22 تيرا بايت، حجمها كبير جدا. ولكن هذه الصورة اللي تشوفوها بهذا الشكل وكما هم ادعوا، يعني هي في حقيقة الأمر ليست فقط مع عصا موسى، هذه الصور التي ترونها بهذه الحركة هي موجودة فري على الإنترنت. وهذه هي الملاحظة على طبيعة هذه الحركة التي نتحدث عنها الآن، وليست الخرائط اللي نزلوها للمواقع وغيرها واللي ممكن أن يكشفون عنها في الفترة القادمة. وطبعا هذه ممكن أي واحد أن يدخل على الإنترنت ويدخل على موقع، هذا الموقع الذي طبعا سأذكره لكم اللي هو Simplex 3D Mapping، واللي هو تابع إلى هذه الشركة اللي هي Simple، وهذه طبعا علامة توضح بأنهم يريدون يسوون الأكس عليها، ولكن هي Simple Mapping Solutions Limited. هذه هي الشركة اللي تعطيك كل الصور لتل أبيب 3D مثل ما أنت تريد، وهي تشبه تماما الصور التي عرضوها من صور الـ 3D اللي قالوا على أساس أنه حصلوا ملفاتها بمساحة كبيرة جدا، 22 تيرا بايت بهذه الدقة العالية جدا. فلذلك إذا أخذنا صور من اللي عرضتها هذه الشركة اللي هي Simplex 3D Mapping وجينا إلها، راح نلاحظ بأن هذه الصورة هذه ليست من الواقع، هذه صورة من الـ Simplex 3D Mapping. إذا ما جينا إلها سنلاحظ أن هنالك تفاصيل كثيرة جدا تقدر أنت تشوف يعني حقيقة من طبيعة هذه الصور المتوفرة. وكذلك إذا ما ذهبنا إلى صورة أخرى تلاحظ يعني دقة التفاصيل، حتى الوايرات بأبسط الأمور أنت تستطيع أن تراها في داخل تل أبيب، هي متوفرة هذه الأمور. وإذا ما ردنا مثلا أن نسوي مثل ما هم سووا في الفيديو لكي نتأكد من طبيعة هذا الأمر، بمجرد أن تذهب وتدخل على هذا الموقع وتنقر على هذا أو هذه الأيقونة اللي هي طبعا توضح بأنها وكأنها شخص يطير، فستكون لديك الإمكانية من أجل أنه تشوف فعلا هذا الأمر اللي هم سووه والحركة اللي سووها. يعني دعونا مثلا نقوم بهذه العملية بهذا الشكل، سنلاحظ تماما بأنه أنك تتوجه إلى هذه الأيقونة تضغط عليها، راح ينطيك على الكيبورد W S و D و A، تتحرك يمينا وشمالا، الكيو ترتفع والإي تنخفض بهذا الشكل، وبالماوس تقدر تعطي حركة كبيرة جدا وكأنك يعني على مستوى الهليكوبتر أنت تتحرك. وبالتالي هذه تعطيك صورة إذا ما جينا طبقناها بهذا الشكل الذي ستلاحظونه الآن طبعا على طبيعة الحركة، وتحركنا ونحن جهزناها هنا في برنامج رأس السطر، ستلاحظ بهذه الحركة البسيطة احنا أيضا صارت عندنا المعلومات الـ 3D ثلاثية الأبعاد بهذه الدقة العالية كما فعلوا عصا موسى. وبالتالي أنت الآن تشوف كل التفاصيل اللي موجودة بتل أبيب من دون أي مشكلة ومن دون أن تدفع سنتا واحدا لهذا الموقع لكي تحصل على هذه الصور التي طبعا هي تظهر أمامكم بهذا الشكل. ولكن هذا لا يقلل من طبيعة الهجوم اللي صار، لأن هذا الهجوم اللي صار هو أقلق إسرائيل فعلا، أنه إحنا تعالوا الأمن السبراني مالتنا بمشكلة في الداخل الإسرائيلي. هذا ليس الهجوم الأول أو الأخير، بل أن هنالك أيضا يعني كانت هجمات سابقة صارت على مؤسسة الدفاع الإسرائيلية، نشروا صورة وزير الدفاع الإسرائيلي بني جانتس ونشروا له كتب أرسلها إلى دول عربية وغيرها، ومخاطبات سرية جدا نشروها إلى. بالإضافة إلى ذلك يعني أيضا هنالك كانت اختراقات لعدد من الشركات الهندسية اللي موجودة في الداخل الإسرائيلي، ونشروا خرائطهم ومشاريعهم بها تابع للجيش الإسرائيلي، بها تابع إلى مشاريع مدنية، هويات للجيش الإسرائيلي وغيرها من هذه الأمور. لذلك هم في مشكلة حقيقية جدا عندما ينظرون إلى هذه الأمور، وهذا قلق وليس فقط في إسرائيل، بل إن FBI قبل هذا الهجوم ما يصير بأيام هم أعلنوا بأنهم هم أيضا يتعرضون إلى عملية هجمات سبرانية في الداخل الأمريكي في الشركات الخاصة الأمريكية، ويشتغلون على عملية حماية أنفسهم من الهاكرز الإيرانيين تحديدا. قالوا جماعات تابعة لإيران هي التي تقوم بهذه الهجمات، وعلى هذا الأساس وبعد هذه الهجمات ومن قلق FBI ومن قلق الإسرائيليين، البلومبرغ أعلنت يوم أمس بأن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل سووا جوين فورسز، جمعوا قواهم
من أجل عملية شراكة كبيرة لمواجهة الهجمات السبرانية التي يتعرضون إليها بشكل مستمر، وقد نرى دولا أوروبية تنضم إليهم. وهذا طبعا يوضح تماما بأن هذا الخطر لا يمكن الاستهانة به، وإن كانت هنالك عدد من الملاحظات مثل اللي أظهرناها أمامكم. وبالنسبة لعصا موسى، الآن هم يسوون هذه الهجمات بهذا الشكل المكثف على إسرائيل ردا على الهجمات السبرانية اللي صارت في الداخل الإيراني، وآخرها وأخطرها وأكبرها هي اللي صارت على محطات الوقود اللي أوقفت بها مضخات الوقود في الداخل الإيراني. ظلوا ما يقارب 3 إلى 4 أيام يحاولون يصلحون الموقف اللي صار طبعا من أزمة كبيرة جدا في الداخل. وكذلك كانت هنالك رسائل استهزاء بالمرشد الأعلى الإيراني بهذا الشكل، جاءت من مواطنين التقطوا صورا، وهذه إحدى الصور التي التقطت. وكذلك قبلها أيضا كان هنالك هجوما سبرانيا على السكك الحديدية في الداخل الإيراني وقفوها بالكامل، كان ممكن أن يصير حادث. وبالتالي نحن أمام حرب جديدة جدا، العالم تغير، العالم واضح بأنه تغير من مسألة دبابات وجنود وغزو وغيرها كما كان سابقا، صارت الأمور جبهات بها جديدة جدا. يعني نحن نتحدث هنا عن هجمات سبرانية، عن الطائرات المسيرة التي بدأت تستخدم بكثافة كبيرة جدا، وكذلك العمليات الاستخبارية، وحتى الهجمات التي تقوم بها على سبيل المثال إسرائيل بالF-16 أو بالطائرات الأخرى الF-15 في الداخل السوري. حتى الإسرائيليين هذه يسموها أصلا استراتيجية الحرب بين الحروب، أي بما معنى ليس هنالك حرب، بس أنت تضرب وتحقق الكفاءة اللي تريدها وتبتعد. وبالتالي إحنا أمام هذا النوع من الحروب، بدأ يتغير الموقف، بدأ يتغير الزمن كما نلاحظ من طبيعة هذه العمليات. وحتى الولايات المتحدة الأمريكية بانسحابها من أفغانستان، تقليل قواتها اللي موجودة في العراق، وكذلك إلغاء تفويضات الحرب. الآن تشاك شومر اللي هو زعيم الأغلبية الديمقراطية للديمقراطيين طبعا في مجلس الشيوخ الأمريكي، أعلن يوم أمس بشكل رسمي بأنه إحنا راح نصوت على قانون إلغاء تفويض الحرب اللي صار في عام 2002 للرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش من أجل غزو العراق هذا الأسبوع. هذه مثيرة، نحن سمعنا كثيرا عن طبيعة التصويت لإلغاء هذا القرار وأنه صوتوا عليه، ولكن في حقيقة الأمر هذا القرار اللي هو الAUMF لعام 2002 اللي على أساس مثل ما قلنا غزو العراق، هو صوت عليه في مجلس النواب الأمريكي، وصوت عليه أيضا في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ولكن لا زال مجلس الشيوخ الأمريكي لم يصوت على هذا الموضوع. هذا من شهر 8 كان المفروض يصوتون عليه، وظلوا يأجلوا إلى أن وصلنا الآن إلى هذا اليوم في منتصف شهر 11. وبالتالي متوقع أن يتم إنهاء هذا الموضوع بقرار طبعا، وراح يصوتون على قرار هو يجمع نائبين في مجلس الشيوخ الأمريكي، وهؤلاء طبعا هذول النواب اللي موجودين هم تيم كين وكذلك هذا الجمهوري السيناتور الجمهوري اللي هو اسمه تود يانغ، وهؤلاء طبعا هو اللي راح يصوت على قرارهم واللي موافقين عليه. وطبعا راح يصير هو جزء التصويت على قضية العراق من جلسة كبيرة جدا راح تكون في مجلس الشيوخ هذا الأسبوع كما هو مرجح، وكما قال تشاك شومر سيكون على مشروع مهم جدا وقانون مشروع اسمه قانون مشروع سياسة الدفاع السنوية اللي راح يصرفون من خلاله 740 مليار دولار إلى الجيش الأمريكي بالمسائل التسليحية، وكذلك في مسائل الأمور السبرانية والأمن السبراني الذي نتحدث عنه الآن اللي هو أصبح قضية مهمة للغاية. وبالتالي هم بإلغائهم لهذا القرار لكي نفهم أنه هذا الأمر راح ينطي قوة إلى الكونغرس الأمريكي، يعني إذا جو بايدن أو أي رئيس أمريكي في المستقبل أراد أن يقيم وأن يعلن الحرب ويغزو العراق من جديد لن يتمكن من ذلك أبدا بمفرده، وعليه العودة إلى الكونغرس الأمريكي لكي يصوت له حتى يعطي تخويلات حتى يقدر يغزو العراق. وبالتالي الآن الكونغرس أصبح قويا للغاية في هذه المسائل. ولكن إلغاء قرار الحرب هذا الذي نتحدث عنه على اعتراضات مستمرة، جمهوريين معترضين، يعني مثلا أبرز الجمهوريين اللي موجودين مثلا هذان الشخصان المهمان طبعا في الولايات المتحدة الأمريكية جيم ريش الجمهورية المعروف، وكذلك رون جونسون، هم معترضين تماما ليس على إلغاء القرار بمجملة ولكن القضية على توقيت إلغاء القرار، لأن هذا بالنسبة إليهم يعطي نقطة ضعف واضحة وإعلان عن ضعف الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط إلى إيران، ونتفضل يا إيران وأخذ المنطقة كما تريدين. يعني دعونا ننظر إلى رون جونسون وما الذي قاله في هذا الصدد في شهر 8 لما صار التحرك بشكل مباشر على هذا الموضوع. يجب أن نرسل إشارة قوة وليس ضعف، يقصد إلى إيران، أنا متعاطف تماما مع إلغاء هذا المشروع ولكن القيام بذلك في هذا التوقيت هو أمر سيء للغاية.